عودة مجددا مشاهدينا الكرام وإلى فقرة ضيف الغرفة. مع حلول فصل الصيف تكثر الأمراض التي تصيب الأطفال بسبب تعدد نشاطاتهم الصيفية في ظل مخاطر تحيط بهم، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة والتسممات الغذائية، ما يؤرق الأولياء حول كيفية التعامل مع الوضع. فما هي أبرز الأمراض التي تصيب الأطفال؟ الأسباب وكيفية الوقاية؟ لإثراء هذا النقاش مشاهدينا أسعد باستضافة الدكتور فتحي بن أشنهو مختص في الصحة العمومية. أهلا بك دكتور. أهلا، صباح الخير، نهاركم مبروك. نعم، إذا دكتور بن أشنهو، ربما الأطفال هم من أكثر الفئة التي تقل عنهم المناعة، وما هي أبرز الأمراض التي قد تصيب هذه الفئة خاصة في فصل الصيف؟ شوفي، كلمة أطفال كلمة عامة في الطب، نصنفه ما بين الرضاع والمراحل تعنو، لأن الطفل راهو في نمو، ماهوش كما باهي الحق حتى يكون ناضج أداء هذاك الوقت، ولكن لازم ناخذه بعين الاعتبار النمو تاعو وحده، وثانيا ما تأثروش سلبيا على النمو تاعو. هذه هي الأهداف اللي عندها أهمية كبيرة. أولا نبدأ بالرضاع. الرضاع متعرضين لأمراض، وهنا نقطة عندها أهمية كبيرة متوجهة للأمهات، الرضاعة تحمي صحة الرضيع تاعكم، الرضاعة الطبيعية هذه اللي عندها أهمية. هنايا ندخلوا بتبليغ بعض المعلومات، قريب 80% من الوزن تاع الرضيع متكون من الماء، هو الماء أساسي، وهذه الله سبحانه يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. راكم تشوفوا هنا مسبقا اللي عندها دور كبير هو شرب الماء. هنا نقطة تاريخ، في البداية السنوات الأولى تاع الاستقلال كانوا أطفال رضاع يموتوا بالكثرة، وهنا خمي الأمهات اللي كانوا 9 شهور وهي بالحمل، أوليدها يموت 3 أيام الأولين، أسبوع الأول، 10 أيام من بعد، بسبب أي شيء، بسبب الإسهال، لا دياري، كانت لا دياري دايرة الكارثة في وسط الأطفال الرضاع. والحق نجمو نفتخروا لأن قضينا عليها هذا الإسهال وهذا الوفاية، قضينا عليهم إلا وفقط ببرنامج نعاودوا نعطيو لهم الماء، لا ريدراتاسيون. راكي تشوفي الماء حاجة عندها أهمية. ثانيا نطلب من الأمهات وكذلك في المراكز تاع الأطفال اللي يتكفلوا بالأطفال بالرضاع في الكلينيك تاع الولادة وكلش، لازم نركزوا على النظافة التامة. لما نكونوا نتهاو بالرضاع لازم تكون نظافة، شغل هذوك اللي الأماكن وين يبعثوا الصواريخ، شتي كيفاه الآخر، خاطشي النظافة عندها أهمية كبيرة. توصية للأمهات قبل ما تعطي ترضع الطفل تاعها، حضرت الوحدة الوضعية، المرأة كانت تتمنى يجيها طفل، وكل العائلة كانت تتمنى يجيها طفل، لأن عدة حالات فشلوا حتى جات رفدة الحمل وجاها طفل. مقلت الفرحة تاع هذيك، جابوا له مواد التجميل من أوروبا، مواد التجميل للطفل الصغير باهي ريح مليح ويواسي، هذه غلط كبير، لأن هذوك المواد وصلوا لهذاك الطفل الصغير اللي أزمة تاع حساسية دالرجي، الأم تدير واحد البومادة وتدير الآخر. هي سمحي لي، في الرضاعة في النظافة لازم الأم تنظف التادي تاعها إلا وفقط بمنديل نقي وبالماء فقط وترضع وليها. نعم، ذكرت أثناء حديثك دكتور بن أشنه نقطة مهمة جدا، هي الإسهال، ربما أكثر الأمراض التي قد تحدث عند الرضع والأطفال هي الإسهال، القيء، ربما ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ النظافة، عدم النظافة هي تحمينا
من الإسهال. الإسهال عنده، والإسهال لازم نديروا له تحليل، كاين الإسهال اللي ريح، كاين اللون تاع الإسهال، يعني هو يعطينا إذا ميكروبات وإلا آخر. ولكن واش لازم الأمهات والأولياء يفهموا، واللي العمال اللي موجودين في الكلينيك داكوشما ولا في المستشفيات، النظافة هي اللي تحمي الطفل من الإسهال. المعان اليد كي تفدي، وعندنا عادة حنايا هذه اللي بالأخص درك رانا في الكوفيد وكلش، ترفد الطفل وحنا نبوسه، اللي يجي مثلا يطلع عليك على الأم ولا على الآخر، حاجة الأولى نرفدو ومدو نعنقو نبوسه. لا، الطفل الرضاع لازم يكون معزول، معزول بمعنى الكلمة. نعم، ربما نحن في فصل الصيف درجات الحرارة مرتفعة، ربما والخطر يرتفع، أكيد ربما أكثر الفئة التي قد تتعرض لضربات الشمس في فصل الصيف هم الأطفال بسبب تعدد نشاطاتهم الخرجات الصيفية. كيف نستطيع حماية الأطفال من ضربات الشمس؟ شوفي، ضربات الشمس تعني كل المراحل تاع الطفولة، ما الرضاع. الطفل ما نديواش على الشط البحر، الرضيع البيبي ما نديواش حنايا لشط البحر ونعرضوه للشمس ونعرضوه لأشعة الشمس، هذه ما تصورش في العقل. الأطفال الرضاع ما نديوهمش إلا بلاج واحدة. ثانيا، الأطفال فعلا نقولوا نديو دراري باهي يستحمموا وهذيك، ولكن لازم تكون في بالنا بأول حاجة فيها خطورة كبيرة، لازم نفرقوا السمش. لباس السمش ضرورية للأطفال الصغار، لأن فيتامين دي تقوي العمود الفقري تاعهم وكلش. وهذه نفس الشيء الجزائر حقت انتصارات كبار، هذه عندها قريب 50 سنة، لأن كان واحد المرض في الجزائر لراشيتيزم، باه لخصوا العظم يكونوا الاخر، وبالاخص العجايز تاعنا بكري يقول لك اللي عنده صدروش تاع الدجاج جاي هكا خارج، وهذاك من نقص من فيتامين دي. نقص فيتامين دي، الجزائر فهمت الموضوع، انا ذاك المسؤولين فهموا الموضوع وولينا واقيلا حتى اليوم هذا نوزعوا فيتامين دي مجانا وموجوده في الدفتر الصحي، اللي بين قوسين نوصي الامهات يكون عندهم الدفتر الصحي اللي يسمى كارني دو فاكسيناسيون. هذه معليش نخليو الاطفال الصغار معرضين للشمس، الافضل يكون عريان، ولكن ماشي نخليها انا صبحه كامله ولا يعني 10 دقائق 4 ساعه يوسي ونغطي. حاجه اخرى لازم نفهموا بان الشمس تنقسم على زوج، ما نقوش خطوره الشمس، حاشا لله، حنايا نعرضوا روحنا ما نعرفوش نسيروا مع الشمس. اولا اشعه الشمس، اشعه الشمس راهي طاقه من اعلى طاقه اكثر من اللازر، اللي هي توصل به تحرق الجلد تاع الاخر، والجلد تاع الطفل الصغير حساس جدا. مام هنا الكبار راهو كاين في الجزائر ارتفاع امراض سرطان الجلد بسبب العرض غير العقلاني، تعرض لمده طويله لاشعه الشمس، وحنا نعبها هذه يقولوا بان برونزي، هذه واحده. ثانيا، الجانب الثاني تاع الشمس هي تعطي درجه الحراره اللي احنا نسميوها بالدرجه تاعنا بان المشاهدين يفهموا البقله. البقلة هي تأثير درجة الحرارة المرتفعة اللي راح تأثر سلبيا، كما قلت انت تنجم تجي القي، يجي الطفل يولي مشلل هكا مشلل كومبلي مواسي. راكو تشوفوا هنايا، اولا نحميو الاطفال من اشعة الشمس، ماشي نديرو احنا تحت الباراسول، خاطش لازم نفهموا بان السطح تاع البحر اللي مقابلنا يضربوا فيه أشعة الشمس، هذوك أشعة الشمس راح يعاودوا بقوة، يعني ما رانا تحت الباراسون نحسبوا باللي لا رانا في خطر، كل مرآة راهي تركز أشعة الشمس. نعم،
دكتور بن شنو ربما في هذه النقطة حول أشعة الشمس، نعلم أن جسم الإنسان أو الناضج قد يستطيع تعديل درجة حرارة جسمه من خلال التعرق في فصل الصيف، لكن الأطفال خصوصا الرضع لا يستطيعون التعرق وبالتالي لا يستطيعون تعديل درجة حرارة جسمهم. ماذا يجب على الأولياء أو الأمهات العمل في حال ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل؟ أنا نخرجه من شط البحر وادي نأكد ونعاود الطفل الصغير رضيع من الدواج لشط البحر ما يتنقلش. ثانيا راكي درستي الملف تاع كيما لازم، لأن كاينة نقطة الطفل الصغير قلتها في البداية تاع التدخل راه في نومه، الأجهزة اللي تحميه خاطش عندنا أجهزة ماهيش كاملة راهي في طريقة النوم، ما بينها نفهموا بأن الله سبحانه كي خلق البشر هو في القوة تاعه هو الخالق قال لك الإنسان باه يعيش في هذا الأرض لازمه درجة الحرارة 37 دوغري، وجهزنا سبحان الله العظيم والحمد لله جهزنا بأجهزة في الدماغ كيف نحافظه على هذا المستمر درجة حرارة معتدلة معتدلة 37 دوغري، ما يلزمش تطلع بزاف ما يشتهبط. هي في ذاتنا كاين هذه، ما بين الوسائل الطبيعية الفيزيولوجية اللي تحمينا ضد ارتفاع هو العرق. العرق هو أول كليماتيزر طبيعي. علاه يخرج العرق؟ شغل احنا حاجة عادية طبيعية كي تكوني سخونة ولا تروحي بالدرجة تعني يقول لك يطرف قوايمه يغسل وجهه يدير الرقبة يشمخ ذاته. احنا كي نعرقو نواسيو الطفل الصغير قلت لك بان راه في نومه الاجهزه تاعو ما عندهمش فعاليه كامله، دونك ما ينجمش يعرق ولا ما ينجمش الا وفي في ظروف ارتفاع يعني مرهب تاع درجه الحراره. يعطيك الصحه، لازمنا نعطيو عنايه خاصه في المراقبه تاع الطفل، نعطيو له يشرب الماء، وقلت الام الحليب الام يجيب له كل الماء هذا، وثانيا ما فيش منع نشمخوا له يده نعطيو له ثواب يكونوا خفاف وما يكونوش بالنيلون. مفضلكم الثياب تاعو بالاخص الثياب الداخلي يكونوا قطن. ويا للاسف السوق الجزائري راه مغموم بالثياب تاع النيلون، لازم تكون يكون في غرفه ما لازمش يكون فيها كليماتيزات. نعم، في هذه النقطة بالذات دكتور بن أشن، ربما الأطباء والأخصائيون يحذرون من المكيفات على الأطفال الصغار، يعني ما هي كيف يتم يعني تعديل الغرفة التي يجب بقاء فيها الأطفال؟ شوفي هي كليماتيزات في الحقيقة من الأطفال حتى للشيوخ فيها خطورة. وين جاية الخطورة؟ رانا قاعدين هنا راه كاين كليماتيزر الله يبارك راهي من في السيارة الحرارة 19-20، وكاين أنا ركبت في بعض السيارات والله العظيم درجة الحرارة متفعة تما دايرة 18 ولا 20 حتى تبردي حتى تقولي له نقص الكليماتيزر. هي ورا والخاطر بالأخص في هذا الجانب في الصحة تاع الأنف والخشي، لما نتنفسوا الهواء يمر علينا، الهواء لازم يكون قلت لك 37 دوغري ذاتنا تسهر وعندنا أجهزة. أنت تكوني في مكان 19 دوغري ولا 20 دوغري وفجأة راكي تخرجي الهواء التلق، الهواء التلق اللي اليوم شحال راهي 40 دوغري. وراو الخطر هذا التغير المفاجئ، وبالاخص هنا نروحوا من الدراري صغار نروحوا الناس اللي راهم في السيارات حذري. وهنا الطفل لازم اولا التهوئه ماناش نعرفوها في الجزائر، شحال من واحد نقولوا التهوئه اللي هي تجديد الهواء، يقول اخو كاين كليماتيزر، الكليماتيزر تبرد الهواء يبرد الهواء. هي واش لازم تكون التهوئه في الغرفه هذيك، والا
ما نقعدوش داخلين خارجين بالطفل في يدنا بالرضيع في يدنا خارجين مام في الطبخ واسمها لا كويزين الكوزين هذانيك ارتفاع درجه حراره كبالك كاش ام رافده داخله خارجه وراح للبالكون وراح للوجيا والاخر والطفل راكي تشوفي راهو يتعرض هذا الجسد اللي راهو ما عندوش الوسائل باش يحمي روحو راك يتعرضيه للتغيرات المفاجئه تاع درجه الحراره وثم كيولي يعطس يولي يسعل تيه الحمى وكل نعم. ربما الدكتور بنأشر انه حتى النظام الغذائي للطفل قد يسهم في تعرضه لامراض متعدده ربما حتى نقص الفيتامينات في النظام الغذائي للطفل قد تسبب له مشاكل مرضيه يعني كيف يؤثر نقص الفيتامينات على صحه الطفل يعطيك الصحه هذا الحصه هذا السؤال تاعك والله العظيم يزم حصص ما هو النظام الغذائي تاع الطفل اولا قلت لك كلمه الطفل لانفون عامه نعم. لازم ناخذ معنا الاعتبار الرضيع واحد اللي مولا عام ولا عامين ثلاث سنين الاخر وحنا هنا نعاود نولي نفتخروا بنظام الصحي الجزائري لما ما لخصوش للمستشفى خاطش ولينا حنايا ناظروا النظام واش يصرى في المستشفى هو اللي يحكم كلش لا عندنا حنايا على هذه قبيلات كنت تكلمت على الدفتر الصحي يا ودي كنز ننجموا نفتخروا في الجزائر عندنا كنز الدفتر الصحي مش الدفتر الا وفقط تاع الفاكسان الدفتر الصحي وتصنع بطريقه عصريه وعلميه لما نورقوا هذاك الدفتر كاين الوان الصفحات جايين ملونات وهذيك ملونات لما نقراوهم نشوف يعطيني واش لازم ياكل الطفل على عام على عامين ثلاث سنين النمط الغذاء هي واش عندها اهميه كبيره كاين ادماج التدريجي للتغيير في النمط الغذائي تاع الطفل هذه بالك جمله طويله ولكن هي اولا قبل كل شيء هو الطفل يستحق حليب الام ناكدوا ونعودوا الرضاعه الطبيعيه تاع الام وفائده للام الام اللي ترضع ما تنقص الخطوره اللي تعرض للسرطان الثدي هذه ما راك تشوف فائده للطفل هذه الحليب الام راهو كامل اللي يجيب كل شو لازم للرضع ومن بعد ارفدوا الورقات على هذه اللي قلت لازم حصه طويله كاين الادماج التدريجي تاع المواد لتغيير ربما هذه بالنسبه للرضيع انه تكون الرضاعه الطبيعيه والحليب الام، ماذا عن الاطفال؟ يعني ما هي ابرز الفيتامينات التي قد يجب عليه تناولها من اجل ايقائه من الامراض التي قد تصيبه في فصل؟ اولا نتبعوا ونعاود نولي الدفتر الصحي هو اللي يورينا نتبعوا باه نصحوا العمود الفقري تاع الطفل لازم نتبعوا البرنامج الوطني تاع الفيتامين دي خاطش كاين اللي يتخلاو عليه ثانيا ما ننساوش التلقيحات اللازمه لتحميه من الامراض هذه عندها امان راكي تشوفي انا واش اني نلخص لان ما كانش اطيلو ياكل هذا الفيتامين وخلاص يعني لا كاين تركيبه كومبلي ومتابعه ولازم نحترموا المراحل تاع الاخر هي الافضل الان نخرجوا من الرضيعه الان راهي يدعموا في الطفل لازم خاطشي التغذيه عندها جانب كيف يقولوا التهيئه الحياه الاجتماعيه هنا راهم يساعدوا الناس بيقولوا الطفل لازم كي تكون العائله تتناول الاخر يكون قاعد واجد وهو موجود جسديا لان يوالف الجانب تاع الاكل حقيقه وجانب تاع الحياه الاجتماعيه الحياه تاع العائله راكي تشوفي بان على هذه اللي يعني نعاود وناكد نقول لك لازم حصص تاع الاخر الفيتامينات انا ندهش في الجزائر عاطين قيمة كبيرة يعني الفيتامينات كلي
كلي كاش مرابط بكري كنا نروحوا للمرابط نقولوا يا سيدي فلان واسيني واعطيني الصحة، الآن نروحوا عند الصيدلي هو ولا المرابط الجديد. لكن ماذا عن الأغذية التي قد يجب على الأمهات طهيها للأطفال لأجل تعويض هذيك الفيتامينات؟ نعطيك حاجة ونهي لأمهات، كل الماكلة طبيعية، ما تولفوش المشروبات السكرية اللي ما يسمى الجازوز ما يسمى الجي، هذوك بعدوا عليهم، أعطيوا له إلا وفقط المواد الغذائية الطبيعية كلها، الخضر والفواكه طبعا على حسب برنامج الفواكه. حاجة أخرى، الآن لازم الأمهات يغسلوا ينظفوا كيما لازم المواد الغذائية الطبيعية. هذه مرحلة يا للأسف لازمنا نعطيو لها العناية الخاصة، نظافة المواد لها. علاه؟ خاطر كاينين الفلاحين لما يفلحوا يستعملوا الأسمدة لي زونغري وكلش، وهاد لي زونغري لما يدخلوا في ذات راهي في النمو راحين يديروا اضطرابات في النمو تاع راكي تشوفي باللي الامور مرتبطه. وشكرا شكرا شكرا الشكر مهني اللي درتو في غرفة الأخبار هذا الجانب التربوي التنبيهي للعائلات وبالأخص الأمهات. نعم دكتور، شنو ربما في سؤال توعوي للأولياء، ربما في حال تعرض الطفل لارتفاع درجة الحرارة، ربما الإسهال، ربما القي، وفي حالة عدم بعد الطبيب عن المنزل، كيف على الأولياء والأمهات التصرف في يعني في الحين من أجل ربما على الأقل تخفيف ذلك الأعراض؟ أول حاجة كيف نعرف باللي درجة الحرارة ارتفعت يزم الآن الحمد لله راهي الأمور بدأت تتطور في العائلة الجزائرية، في كل عائلة عندك ترمومات وكلش. لازم الطفل بالأخص الأم هي اللي قريبة ليه، الطفل تعرف وليدها، تعرف هذاك البيبي تاعها تعرفه، إذا لاحظت بأن بدأ يترخى ولا بداك اللي ماشي عوايده هذه وحدة. ثانيا لازم تعطيلو يشرب الماء، هذه وحده. ثانيا هضرت لك عن النظافه. رابعا بالاخص الوقت اللي انا فيه ما كانش هذه الجاره ولا عمته ولا خالته ولا بوسوا عنك بوسوا عنك، هذه راكي تشوفي هي نديروا ثقه كبيره في الام، هي اللي تقيم في النظره، بالنظره تقيم تعرف وليدها واش الوضعيه راهو. اذا صرع، إذا درجة الحرارة مرتفعة، إذا هذاك الوقت لازم نديوها عند الطبيب. نعم، إذا دكتور فتحي بن أشوة مختص في الصحة العمومية، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. إذا مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى ختام فقرة ضيفي الغرفة، فقرة غرفة الأخبار متواصلة لكن بعد الفاصل.